سامي هلال، ضربة الجزاء لنجم رياضي الساحلي لمويهبي هلال. يتراجع يوسف لمويهبي عن فكرة التنفيذ الأولى، يوسف لمويهبي مع سامي هلال ينفذ لمويهبي والهدف الأول، هدف أول للنجم رياضي الساحلي في الدقيقة 27 والسادس أهداف يوسف لمويهبي والثالث من ضربة جزاء. 27 دقيقة لعب، معطى جديد في المباراة بهدف يوسف المويبي من ضربة جزاء بعد كرة بين حمدي النجاز وحاتم البجاوي، هدف مقابل صفر والمباراة باش تاخذ معطى جديد بافتتاح باب التسجيل. الترجي سيسعى للتعديل والنجم من أجل المحافظة يوسف المويبي، هلال على اليمين وكرة المويبي على اليسار، والنتيجة 1-0 للنجم الرياضي في توقيت 27 دقيقة لعب منذ البداية. كرة ستعود للترجي الرياضي بسرعة من أحمد العكاشي في قفصة، وهذه ضربة الجزاء الخامسة، هيثم الجويني ينفذ هدف التعادل، هدف التعادل للترجي الرياضي 1-1 في توقيت 48 دقيقة لعب بنفس الكيفية. نقطة الصفر في هذه المباراة، نقطة التعادل، فسخ وعاود من جديد بين الترجي